طيب، السلام عليكم. هننتظر بس شوية، 30 ثانية. الناس الأونلاين ممكن تبدأ تشارك معانا أو تكون تحضر الفيديو من البداية. ممكن الناس الموجودين حاليا ممكن يورونا إذا الصوت فيه مشكلة ولا الصوت واضح. تمام، شكرا يا إسراء على الفيدباك. الصوت واضح لأغلب الناس لأنه مرات السماعة ما بتربط الصوت كويس. طيب، قبل ما أبدأ بس تعريف بسيط، ما يحتاج لتعريف طويل. يعني أنا أبو العباس المهدي، واحد من الناشطين في السودان من 2005 2006 في العمل الإنساني يعني والتنموي، ومهتم بحاجات كتير. يعني أنا أصلا ما باحث، عشان نكون إحنا واضحين من البداية، لأنه ده جروب بتاع باحثين، يعني ناس متخصصين وناس أكاديميين. فبالتالي أتقبل النقد عشان الواحد يطور نفسه، لكن في نفس الوقت الناس ما تاخد إنه الكلام اللي حقوله ده هو مسلمة، مجرد هي أفكار بتجي في بال الواحد ومجرد كثير من الأسئلة، والناس بتفكر بصوت عالي. يعني هذه مجموعة بحثية، الناس بتفكر مع بعض بصوت عالي وتشارك النتائج. طيب، أنا قبل أسبوع أو أسبوعين عملت، يعني هو ممكن تقول استبيان أو استطلاع رأي، لأنه لما أقول استبيان خلاص دخلنا في الكاتيجوري الأوفيشال، حجينا وصل الإحصاء ولازم تسأل كده وبتاع. ومن الثغرات التقنية في الجروب يعني أو في الفيسبوك عموما، إنك ما بتقدر تنزل كل الاستبيان في بوست واحد، فكانت الأسئلة مقسمة على بوستات، وكذلك في التويتر. فأنا عملت الاستبيان في تويتر وعملته في الفيسبوك في الجروب بتاع الباحثين، لأن الناس كانوا مهتمين. الاستطلاع كان بالنسبة لي أنا حاجة شخصية، داير أعرف المعلومة لي أنا. لكن بعد ما يعني حللت المعلومات أو الداتا الجات، يعني لقيت إنه أوكي، الحاجة دي محتاجين نعرف الناس التانيين، سواء كان داعمين كأفراد أو داعمين كمؤسسات، سواء كان منظمات مجتمع مدني، سواء كانت مبادرات، بغض النظر عن الأجسام الموجودة في العملية بتاعت العمل الطوعي أو العمل الإنساني، اللي هي حكومة، منظمة، الحكومة طبعا بالقوانين وكده يعني، والمنظمة هي اللي بتكون عندها الأهداف والرؤية لتنفيذ حاجة معينة. المنظمة هي اللي بتقود العملية بتاعت تنفيذ المشاريع، اللي بتكون جراس رود، بتكون ادفوكسي، بتكون كمية من أنواع، ما دام نخش في التفاصيل بتاعت المنظمات، لكن داخل منظمات المتطوعين. فالمتطوع هو يا يكون هو عضو في المنظمة رسميا، أو يكون متطوع بيجي من مرة لمرة. وكذلك ممكن يكون داخل المنظمة، ممكن يكون في مبادرات، سواء كان مبادرة في الحياة أو أي مبادرات تانية. وكذلك عندنا الشخص المستفيد، فديل الأربعة، اللي هو الرابع هو يكون الداعم، والداعم ده ممكن يكون فرد، ممكن يكون مؤسسة، بس لتوضيح للفكرة العامة حسب فهمي الخاص. طيب، الاستبيان أنا عملته لأنه عند منظمتي الخاصة، ما داير أعمل تسويق يعني، لكن هي منظمة بصيص أمل، لها 10 سنين نشطة في مجال تطوير التعليم الكوفي في السودان، وبنحاول نعرف نحن يعني عشان ناخد خطوة، بنحاول ناخدها بصورة يعني مور يعني ساينتفك يعني. فبالتالي احنا شغالين لنا زمن، لكن دارين ندرس العقلية بتاعة الأعضاء والعضوي والمتطوعين، وكذلك المانحين. يعني ده أكتر نشاط بتقوم به الجهات الغير ربحية أو المؤسسات الغير ربحية، اللي هو جزء كبير جدا بيكون منها فاند ريزنج، والباقي بيكون تنفيذ للأنشطة. فبالتالي بتحتاج إنك تعرف الشخص اللي أنت مستهدفه ده عقليته شنو، اهتماماته شنو،
وطبعا هو ما حيكون نوع واحد بطبيعة الحال، حيكون في كمية من الكاتيجوريز يعني. وبالتالي ده بخليك تساعدك انك كيف تصيغ الرسالة بتاعتك اللي انت بتخاطب بها الجهة المعينة او الشخص المعين، وما تحبط يعني لما تكتب بطريقة معينة او الكامبين بتاعتك تكون بصورة معينة وتجيب لك نتيجة يعني ما واضحة يعني. طيب معلش يا فيصل، الانجليزي ده احنا خربتنا البلد دي، فالانجليزي مع العربي داخل مع بعض والفرنسي، فالواحد بيطش من المصطلحات صراحة، فعذرا يعني مبدئيا. ما شخص متعود على اللايفات ولا شخص متعود على البرزنتيشنز كتير، لكن بس هنا معلومة بسيطة انا داير اشاركها مع الناس، لان انا استغليتهم انه انا عملت استبيان، وما شاء الله يعني الردود في تويتر وفيسبوك وصلت حوالي 1475 ريسبونس. ف يعني اخلاقيا كده انا مفترض اوري الناس ده انا وصلت لشنو يعني، او هم النتيجه شنو يعني. طيب الاسئله هي كانت اسئله يعني بسيطه ما معقده، لكن كان فيها هيدن مسج يعني، انا بحاول ده اشوف النفسيه والعقليه والمايند سيت بتاع الشخص. فالاسئله الناس مرات تشوفها هي ستريت فورورد، واحيانا هي بتكون اسئله يعني اندايركت يعني، يكون في سؤال مبطن كده. طيب السؤال الاول كان يعني كفرد، شنو أكتر محفز بخليك تتبرع لجهة ما بعينها؟ الناس بتتبرع يعني تكون ماشي في الشارع ممكن تتبرع لزول وممكن تتبرع لجهة، والناس طبعا هنا بتفرق بين في خلط في الحاجات دي يعني، بنعاني منه احنا ماخدين العمل الإنساني ده كحاجة بروفيشنال يعني. الواحد لما يلقى شحاد أو يلقى أي شخص محتاج يقوم يديه مساعدة، هو حاسس إنه كده عمل تغيير أو عمل أثر، أو نقول عليه إمباكت او في اوتكم. ما بكون في اوتكم للحاجه دي لانه هو الشخص اللي انت حتمشي تجي ثاني يوم ثالث يوم بعد سنه سنتين حيكون موجود في نفس الحته. هنا لما نشوف الحاجه الثانيه، لما انت تجيب الشخص ده وتدربه على حاجه معينه، تدربه على لغه، تدربه على مهنه، تدربه وتديه وسائل انتاج كده، انت حولته من المربع الاول كزول هو محتاج الى هو شخص بقى شنو، شخص مستفيد. ده بالتالي انت عندك اثر بقى في حياته، ده امباكت. الاوتكم بتاع الحاجه انه هو شخص بقى يعني مدرب في حاجة، بيجي عنده دخل، تحرك من إنه هو شخص محتاج في المجتمع بيجي شخص هو منتج في المجتمع، ممكن لمرحلة قدام يبقى هو شخص آكتف في المجتمع ويساعد إنه يدعم الشريحة الثانية أو الناس اللي كانوا معاه في نفس الشريحة بتاعته. فده اللي بيخلي الناس إن هي شايفة العمل الإنساني ده شوية كده، الناس ممكن تحاول يعني تفرق الحتة الرمادية في النص. العقليات والناس والتفاعل بتاعهم داخل العمل الإنساني مختلف، في اللي بيجي بصورة دينية، في اللي بيجي بصورة بروفيشنال، في اللي بيجي بصورة إنسانية وخلافه. فالحاجة دي عشان تدرس بنحتاج استطلاعات، بنحتاج بحوث. إذا في ناس عملت بحوث بالشكل ده يا ريت ترسل لي في الخاص أو ترسل لي لينكات، I'm very interested إنه أشوف الحاجة دي. عندنا مشكلة في الشرق الأوسط خصوصا في السودان، عندنا غياب بتاع داتا رهيب جدا. أغلب الحياة المعمولة قائمة على assumptions يعني. السودانيين كريمين، السودان ناس شهامة. طيب الحاجة دي كيف تقاس يعني في أي، وشنو العوامل اللي بتأثر سلبا وإيجابا في قوة التفاعل وضعف التفاعل ده يعني. ده بساعد ناس كتار جدا شغال في المجال وخارج المجال. ما عندنا داتا، ما عندنا معلومات، فبالتالي أغلب الحياة قائمة على assumptions واستيميشنز يعني. ودي الحاجة اللي معانين فيها في كل الحاجة يعني، حتى التنمية على المستوى الكبير يعني، على مستوى الدولة ما قادرين نقيس التنمية دي ماشية كيف يعني، سواء من جوانب تانية، لكن أكتر حاجة الناس بتركز فيها في الاقتصاد يعني. دي الحاجة الوحيدة بنلقى فيها أرقام، الدولار طلع ونزل، لكن الصورة الكلية والتفاصيل بتاعت الاستاتستكس والبحوث ما معروفة. فبالتالي احنا عايشين في حاجة كده رمادية كده وعبارة عن دخان يعني. فبالتالي الحاجة البسيطة اللي أنا عملتها دي ميبي تكون هي حجر كده في بحيرة يحرك، يخلي الناس الباحثين الكتار الموجودين هم يحاولوا يتوجهوا في المجال بتاع التنمية، مجال المنظمات، ويدرسوا لنا العقلية بتاعت الداعم والعقلية بتاعت المنظمة والعقلية بتاعت الباحث والنفسية والعوامل الاجتماعية وأي حاجة تانية حتساعدنا نقدر نشتغل تحت حبة نور يعني. طيب السؤال، نرجع نعود للسؤال نفسه الأول اللي هو كفرد، شنو أكتر محفز بخليك تتبرع لجهة ما؟ بغض النظر عن التبرع، ممكن يكون مادي، ممكن يكون عين أو خلافه. الأسئلة أنا حصرتها في هدفها الإنساني، أهدافه وبراميجه، ومحفزها الشخصي. من خلال النقاشات في ناس يعني جاوبت بسرعة، وفي ناس بدأت تسأل أنت قصدك شنو بهدفها الإنساني وأهدافه وبراميجه، الفرق شنو يعني،
بطبيعة الحال الناس بيقولوا إذا هي منظمة أو جهة خيرية بالتالي هدفها إنساني، طبعا هو في الآخر المحصل النهائي هدفها الإنساني، لكن السؤال المبطن هنا أنت بتتفاعل مع الجهة دي من ناحية عاطفية إن هدفها الإنساني ولا برامجها من ناحية بروفيشنال أو من ناحية أنت شايف عندهم تأثير أو يعني برامجهم دي معروفة إنها مدروسة بطريقة معينة وعندهم استراتيجي وعندهم فيجن وميشن وبروجيكتس وتاسكات وأوبجيكتيفز ومايلستون وكي بي أيز والكلام الكبار كبار اللي بنقول فيه ده. ولا محفز شخصي انت بس بخليك تتبرع على الجهة دي حاجة شخصية، الحاجة الشخصية دي خليناها عايمة كده لأنه ممكن تكون حاجة دينية، ممكن تكون اهتمامك بشريحة معينة انت من يعني واحد من الشريحة دي سواء كان مثلا أشخاص ذو إعاقات بصرية أو أي نوع من أنواع الشرائح التانية. فنيجي نشوف الإحصائيات، النسبة الكبيرة جدا جدا قالوا هدفها إنساني، يعني إنه هو بشارك للمنظمة اللي هدفها إنساني. طيب دي حاجة كويسة اللي هم دول 49%. لما نيجي نشوف تاني حاجة اللي هي بعديها طوالي في أهدافه والبرامج، يعني واحد انترستد إنه هو يشارك في منظمة ويتبرع عليها عشان برامجه، فدي بتجي بنسبة 30%. نسبة 15% دي محفز شخصي، و7% ده قال لا يوجد، ما في أي محفز يعني. فده بس بيلقى فرصة بتاع التبرع بيتبرع، لكن البيهايند الاكشن العمل ده هو شنو نحن ما ده للناس يعني الاحصاء والاستاتستيك دايرين انترفينشن او تدخل في الحتة دي عشان يورونا المحفز او الموتيفيشن او الموتيف للشخص المعين ده. تمام، هنا لما نشوف هدف الانسان في بالي دي بتكون يعني العقلية السودانية او اغلبنا نحن موجود في الشرق الاوسط تغلب علينا العاطفة، ولا القلابة بتاعت العاطفة دي بتخلينا نحن تعاملنا مع الحياة من منطلق إنساني. تمام، الحياة دي بنشوف في الشارع لاقيت زول محتاج لاقيت كده، دي سمة موجودة فينا، لكن ما بنعاين للجانب اللي بيكون هو structured logical بتاع دي حنشوف حياة كثيرة جدا. حتى أثناء الثورة دي كانت ظهرت كثيرة الحياة دي، و I think الأرقام دي ما واضحة يعني 47% 30% ما حاجة نحن نقدر نعتبرها هي فاكتس او كده، لكن هي فراكشن يعني. ممكن عاطر السؤال اللي اتكتب الناس اللي شاركوا الجروب نفسه وجروب متخصص لباحثين، فدي كل عوامل ممكن تأثر في الحاجة دي. طيب عندنا مشاركة من فيصل يعني قال اصلا حيكون بسبب عاطفي بحت، هم تبرعاتي دي حيودوها للناس الصح في الظروف الصح. طبعا ده بيخلينا نحن نعرف انه من البدايه المنطلق انه المنظمات نحن فكرتنا عنها شنو، هل هي منظمات تهدف الشريحه المعينه بصوره مباشره سواء كان مثلا ايتام او فقراء او كده وداخله بعدك في المفهومات بتاعت المشاريع بتطلع في الحياه دي، ولا في منظمات مثلا ما شغاله دايركتلي، يعني في منظمات شغاله في المنظمات نفسها، يعني في منظمات شغاله كباسيتي بيلدينج للمنظمات واشتغلت مع عدد كبير جدا منها، دي تأثيرها ما تأثير مباشر على الشريحه او المجتمع او الفرد، تأثيرها غير مباشر، يعني هي بتقوي المنظمات انها هي تقدر تعمل مشاريع بصوره بروفيشنال وتقدر كيف تحرك المجتمع، كيف تغير في مايند سيت بتاع المجتمع، يعني تعمل شغل بتاع التوعيه. ولا يعني منظمات اللي هي بتشتغل زي بيقولوا على جراس روت اللي تشتغل دايركت يعني، وفي منظمات تشتغل على المستوى بتاع الادفوكسي يعني القوانين حقوق الاعاقه حقوق الاطفال حقوق المراه، دي حاجه ما بتصل دايركت مباشره يعني، دي بس شغاله مع الحكومه اكثر حاجه او الانترناشونال كوميونتي، فما بتقدر انت تفتي طوالي في الحته دي يا فيصل، لكن يعني برضه مداخلتك يعني واضحه يعني برضه هي بتعبر عن جزء من الناس. ممكن نلتقي للسؤال الثاني وانا في نهايه اللايف هعمل بوست لكل الدياجرامز اللي هي او الشارتات اللي عملناها اناليسيز يعني عشان الناس تقدر ترجع عليها. السؤال الثاني هو كفرد شنو اللي بيخليك تواصل وتستمر في تبرعك لجهه ما بعينها؟ اللي هم ديل الناس اللي اوريدي هي قاعده تتبرع سواء كان تبرع متقطع او سواء هو تبرع مستمر، شنو اللي بيخليك تتواصل في تبرعك؟ دي حاجه نحن بتهمنا احنا كمنظمات يعني لانه المنظمات على المجتمع المدني عموما عندها مشكله بتاعت موارد سواء كان هي موارد بشريه لانه الناس بتجي بتتبرع بتخش معك في مشروع اسبوع اسبوعين بيسافر بيغترب بتحصل له ظروف وما بواصل معك، فعندها المشكله بتاعت تيرن اوفر عالي جدا في المنظمات، فبالتالي الاستدامه بتاعت الهيومن ريسورسز تعتبر احد من اكبر التشالنجز للمنظمات المجتمع المدني. بعديها طوالي او قبليها بكون في الموارد الماليه، الموارد الماليه سواء كانت تشغيليه للمنظمه نفسها لوجيستيك او تنفيذ للمشاريع. فبهمنا ان احنا نخلي دائما المتبرع ده هو متواصل في التبرع بتاعه سواء كان يدفع 10 جنيه ولا 10 مليون. فده السؤال، شنو اللي بيخليك تتواصل في تبرعك لجهه ما بعينها؟
نسبة كبيرة جدا جدا قالوا شاف الأثر والنتيجة، يعني أثر النتيجة بتاعت التبرعات بتاعت دي، شاف الأثر بتاعه ماشي يعني. ودي نسبة 60%. بعدين طوالي 27% قال أنا مؤمن بالقضية بتاعتهم، يعني بالقضية أو الهدف بتاع المنظمة والتخصص بتاعه، أنا مؤمن بالحاجة دي. 13% قال بثق فيهم، يعني جست العلاقة مبنية على الثقة يعني. ودي هتقودنا لأسئلة تانية، ماشيين بتسلسل كويس يعني. الحاجة المهمة شديد في الموضوع ده واللي ريحتني يعني، إنه شايف الأثر والنتيجة، وشايف إن الأثر والنتيجة دي معناته أنت تبرعك ما تبرع أنت بس، لا أنا بس خلاص أقدر أطلع الحاجة مني، طلعت 10 جنيه، طلعت مليون، طلعت من جريدة حسنة وكده بتاع. لا أنت شايف إنه أبعاد الأكشن اللي أنت عملته ده ما يترتب عليه يعني، لأنه التغيير هو ما فعل فرد أو فعل جهة يعني، التغيير هو فعل أكيوميليتد يعني تراكمي. فأنت شايف روحك في الخريطة الكبيرة أو اللايف سايكل بتاعت التغيير دي. في الحتة دي في مداخلة كانت ظريفة جدا من صاحبنا أحمد الشلاليب، قال لي يا أخي بين الخيار بتاع شاف الأثر والنتيجة والخيار بتاع مؤمن بقضيتهم، الأثر والنتيجة أحيانا ما بيكون سهل إنك تشوفه بصورة مباشرة. يعني مثلا المنظمات اللي بتشتغل على مستوى الوعي، اللي لما بتشتغل في شريحة أو في مجتمع معين لتوعية بقضية معينة، سواء توعية بحقوق الإنسان، بتوعية للمجتمع، توعية مثلا بقضايا بتاعت الختان، توعية بحقوق الطفل، توعية بحياة كتير، أي نوع من أنواع التوعية ما بدي نتيجته بصورة سريعة يعني، بياخد زمن عشان تتغير في العقلية بتاعت المجتمع، وهو بعد ذلك تفاعله مع القضية والقرارات اللي بياخدها بتصل على مستوى إنها ذات تتصل لمستوى الدولة والتشريعات وتنزل في القوانين وخلافه. فالأثر والنتيجة ممكن ياخد 5 سنين، ممكن ياخد 10 سنين، ممكن 15 20 سنة. ف قصة انك انت تشوف بس الحاجة السريعة، انا خلاص والله بس داير اشوف الاثر والنتيجة، تبرعت الحاجة الفلانية، مشت للحاجة الفلانية، شفت وصلت وين كده يعني، تبرعت بحاجة معينة، ده الصندوق، ده التبرع بتاعك، استلمه فلان الفلاني. وفي اللي بيقول لك قوم بقضيتهم، لكن طبعا هم في الاخر الاهم انك تكون شايف الاثر والنتيجة على مستوى بتاع المنظمات والشغل بتاع الاستدامة. مفهوم الاستدامة انك ببساطة انك تعمل تنمية في الحاضر بدون الاضرار بموارد الجيل الجاي، يعني انت ما تستنزف الموارد اللي قاعد عندك، سواء قروش، سواء كان ذهب، سواء كان اي حاجة، ولما نيجي اولادك والجيل اللي بعديك ما يلقى حاجة، ويلقى في مشكلة بقت في الريسورس بتاعت البلد يعني، الريسورس بتاعت. فلما انت تكون شايف الاثر والنتيجة او انت مؤمن بالقضية دي، الاثنين حاجات كويسين، لكن قصة بس انا بثق فيهم دي اي دونت ثينك انه نحن محتاجين نمشي في الحتة دي. طيب في الحتة دي عندنا مداخلة، عندي مشكلة ثقة، ما حتبرع بالتأكيد لو ما كان عندي ثقة إنه تبرعي ماشي للحتة المحتاجة فعلا، وعشان الثقة دي تتبني محتاج وقت يسخر فيه نتائج التبرع. بالضبط كده، كلامك جميل. طبعا حنمشي لقدام، حنشوف برضو المتبرعين هم كأفراد النفسية بتاعتهم كيف وتعاملهم في الحاجة دي كيف يعني. طبعا أي علاقة في الحياة دي مبنية على الثقة ولو هي بنسبة بسيطة. لو أنت مشيت للدكان دار يعني تشيل حاجة تقول له بيجيب لك القروش بعدين، أو تفتح عنده حساب دفتر، لازم هو يكون عنده معاك مستوى من الثقة إنك أنت هترجع القروش اللي أخذتها دي. فأي علاقة هي مبنية بالثقة، خصوصا لما نيجي للمنظمات. المنظمات لازم تشتغل كتير جدا في الحتة بتاعت الشفافية، وتعرض تقاريرها، وتعرض حاجات مشيت وين، وتبرعك مشي وين، وتخلي دايما المتبرع هو ده موجود يعني، سواء كان الاثر ظهر الان، النتيجه ظهرت الان، او القروش دي مشت كده، والله استلمنا كده واشترينا كده وعملنا كده يعني. خالد المشرف قال لما يكون في شخص بثق فيه ومشارك معاهم، لما اعرف بالضبط التبرع ماشي وين، لما اشعر اني كل ما اضيف تبرع شايف الاثر والنتيجه حتى لو على المدى بعيد، أكون عارف بالضبط الخطوات ماشية كيف، أنا بفتكر إنه من حقي كمساهم أو متبرع أعرف الخطوات ماشية كيف بالضبط، كل شيء فيها بالضبط كده. النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها إنه المنظمات لازم يعني تمشي في المنهج بتاع الشفافية. يا جماعة إحنا عندنا مشروعنا خطواته كده كده كده، المستهدفين كده، فترة المشروع كده، التكاليف تحته كده، التكاليف دي ليه أصلا هي كده مقسم على كده، خلال المشروع التكلفة زادت تصل ونقصت. لازم تتخلي دايما المانحين معاك يعني في الصورة يعني، وكده بيزيد الثقة بتاعتك. حتى لو المشروع حصل فيه يعني اختلال في النص، الدولار طلع، الأسعار زادت، حصلت مشكلة، الثورة قامت، المنظمة وقفت، الجهود الكثيرة بتحصل والريسك بتحصل أثناء المشروع، هو بكون بيثق فيك وبواصل معاك وبيدعمك، لأنه أنت خليه في الصورة، هو عارف سواء كان أنت بتشارك معه نتيجة إيجابية ولا نتيجة سلبية يعني، سواء كان هو الريسك أو كان أنت مثلا حققت هدف معين، وده بالتالي بيبني الثقة وبيخليك أنت متواصل معاه. فلازم نحن كمنظمات مجتمع مدني نركز في الحتة بتاعت الثقة دي. برضو قصة شخص
بثق فيه. دي هي دي دي داخله في التعامل الاجتماعي، لكن لما تيجي للتعامل المؤسسي انت بقدر الامكان مفترض تثق في المؤسسه وليس في افراد المؤسسه، يعني بالذات في العمل الطوعي، لانه الافراد بيمشوا بيجوا يعني، والمؤسسات والمنظمات ما قائمه على الافراد بطبيعه الحال يعني مفترض. ساريه قالت يا ابو العباس كان لو تاخر ظهور الاثر ممكن يكون سبب في انقطاع التبرع ده، فتخيل الصيغه المطلقه في الجهه المعينه دي حيكون دائما عندي الدافع للتبرع وفاهم السبب وراء تاخر النتيجه. ايوه برضو دي يعني زاوية نظر كويس يعني، لكن بنرجع للحتة اللي قبليها انه الاثر والنتيجة ممكن ياخذ زمن طويل جدا، فايمانك بالقضية نفسها ممكن يخليك تتواصل بدون ما تشوف الاثر. انا هحاول اختصر شوية عشان اللايف ما يمشي. السؤال الثالث اللي هو كفرد متبرع دائم في جهة، يعني احنا بيقولك عندنا متبرعين، يعني في ناس بتبرع بسيط، في ناس بتبرع مرة في تقطع، لكن احنا نشوف انت كمتبرع دائم في جهة ما، هل ممكن تسوق وتتكلم عن تبرعك في الجهة دي ولا لا؟ طبعا ده أكتر سؤال عمل يعني الناس كتبت في التعليقات فيه كتير يعني، لأنه مس حتات أعتقد نفسية شوية كده عندنا، وكان بالنسبة لي انترستد شديد إن أنا أكون أتابع الحاجة دي. طيب في محمد أسهري قال لنا الشفافية دي أساس الثقة من الجهات اللي ما عندها بها علاقة، بالضبط كده، أو تعامل قبل كده. بعد ده الخطط بتاعت المنظمة لازم تكون واضحة، بالضبط. علوش أحمد قال أنا بحس إنه المنظمات في السودان دورها ضعيف وما واضح. طيب أنت لما تقول دورها ضعيف وما واضح، احتمال دي في مشكلة بتاعت اللي هي بيقولوا عليها ستيك هولدر مانجمنت أو ريليشن شيب، إنك لازم أنت أخذتها دي مشكلة، تحللنا المشكلة، أسباب المشكلة كده، ده المشروع اللي هيعالج المشكلة كده. المشكلة دي عشان نعالجها إحنا محتاجينك عشان تتبرع علينا، عشان تيجي تتطوع، عشان 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 عشان. انت الناس جات انخرطت كلها، مفترض انت تخلي الناس تكون عارفه المشروع ماشي كيف، ولما ينتهي المشروع تعمل قياس للاثر بتاعك. دي نقطه مهمه جدا الناس بتنساها، ما قاعد تشوف الاثر، يعني انت المشروع اللي عملته الملايين اللي كبيته في حته اكس بعد سنه سنتين الناس دي هل هم لسه محتاجين ولا انت عالجت المشكله من جذوره؟ فده بالتالي بخليك انت شايف ان دور المنظمات ضعيف، وممكن يكون ضعيف، ممكن يكون وسط، ممكن يكون قوي، ما حنقدر نقيس الحاجه لانه ما في التواضع ده، العلاقه الواضحه دي. احمد ريس حبيبنا يعني من ناس شارع حوادث، انت عارف ان احنا عندنا مشكله كبيره مع القصه دي، محتاجين حقيقي عمل كبير في الجانب ده. ايوه ده انا الحال قلتها في بدايه الفيديو، ان احنا محتاجين معلومات اكتر، محتاجين تفاصيل اكتر، محتاجين مور ستاتستيك مور ستاديز في الجانب بتاع منظمات المجتمع المدني، في المجتمع المدني، في المتطوعين، في عقليه الداعمين، في نفسيه المجتمع، في حاجات كثيره جدا، عشان احنا نقدر كلنا نشتغل تحت النور يعني، ما يكون كل الخطط والمشاريع والانشطه اللي بتقوم دي قائمة على assumptions واحتمالات وافتراضات. طيب الحتة السؤال نرجع له، كفرد متبرع دائم في جهة ما، هل ممكن تسوق وتتكلم عن تبرعك للجهة دي؟ نسبة كبيرة 69% قالوا أكيد، نسبة 19% قالوا لا، ونسبة 12% قالوا ما أظن. الحقيقة طبعا عشان نوضحها، في ناس تكلمت في الديسكشن وبدأت تسأل إنه أنا حب أسوق لتبرعي نفسه، ولا هسوق للمشروع، ولا هسوق للجهة، ولا هسوق للقضية. ما داير أنا دي إجابة واضحة، لكن دي أنا خلتني أشوف نحن كناس موجودين في الشرق الأوسط وفي مجتمع يغلب عليه الحس الديني والحس الصوفي وكده، يشتغل بمفهوم الصدقة و بتطلع يمينك ما تعرف وشمالك والعقلية دي، فبالتالي ممكن ناس كثيرة تتبرع وناس خيرين شديد ونحن ما عارفينهم، مش عشان هو خير في نفسه، لكن ما عارفين القضية اللي هو بيدعم فيها. يعني في قضايا كبيرة جدا كانت في السودان موجودة من بدري، يعني مثال بتجربتي الشخصية في دار المايقومة موجودة من بدري يعني، لكن المايقومة في 2005 2006 2007 بدأت تظهر، الناس بقت تعرف المايقومة، بقت تيجي تبرعات. ليه؟ لأنه المتطوعين اللي كانوا موجودين بدوا يتكلموا، سواء كان هو شال لبن بودرة للأطفال ولا لبن أطفال معينة، أو شال بامبرز، أو شال أي حاجة، وبيتكلم بنشط المجتمع، بيوريهم يا أخي في حاجة اسمها قضية المايجوما. حتى أنا من الناس كنت قايل المايجوما في الحجوز، افتراعات المايجوما في حتة تانية. فده بالتالي بيورينا إنه ده بسبب جهل للمجتمع بالقضايا بتاعته، القضايا اللي هو مفترض يتحرك تجاهها، لأنه أنت ما تقول لا ده دور الحكومة. أيوه هو دور الحكومة، لكن الحكومة دي هي أصلا هي طالعة من المجتمع، يعني هي يعني فصيل سواء كان سياسي أو غيره مختار من المجتمع عشان هو يدير الحياة الكبيرة، لكن ما حيدير لك كل قضايا المجتمع. عشان كده بدأت منظمات المجتمع المدني
سواء كان المنظمات الثقافية أو المنظمات الإنسانية أو أي نوع من أنواع المنظمات. حتى في الحلة اللي بيكون عندنا مركز ثقافي ده يعتبر منظمة مجتمع مدني يعني بأبسط المفاهيم يعني. فهي بتقوم عشان تعالج قضاياها الشخصية وتتحرك تجاه ذاتها. عشان كده منظمات المجتمع المدني هي التعريف بتاعها الـ NGO Non Governmental Organization، يعني هي لا تتبع للحكومة لكن هي تتبع للمجتمع، ما دام نخش في صياغات أخرى. لكن الحتة بتخليك إنك أكيد في حتة هنا، يعني في ناس بتتبرع تشوب وفي ناس بتتبرع وما بتتكلم، وفي ناس بتتبرع تتكلم عن القضية نفسها. يا جماعة يا أخي تعالوا يا أخي أنا اتبرعت بالدم، تعالوا اتبرعوا الحتة الفلانية بالدم، في نقص في مثلا فصيلة بي ولا اي بي ولا او ماينس ولا كده، في بنك الدم ودي التلفونات ودي كده. وممكن في قضايا كبيرة جدا جدا زي ما كان موجودة أيام الثورة، بكري علي وكمية من الناس كانت بتعمل حملات بتاع التبرع، كان بيظهر لنا انه فلان عمل تبرع، فلان عمل شير للحياه دي، فده ساعد انه الحمله نجحت ووصلت عدد ضخم جدا وجابت اموال ضخمه جدا ساعدت في دعم الثوره يعني. فالحاجه دي هي نحن ناخذ منها الجانب النفسي شويه، ونحن بنتعامل مع شحاد مثلا او زول محتاج انا اديته حاجه مثلا جاري في الحله ومشيت اتكلمت في ناس الحله، لا بنتكلم عن تعاملك مع مؤسسه. فتعاملك مع المؤسسه لازم يكون قائم على المؤسسيه، ما يكون قائم على الجانب الاجتماعي. فطب معلش المشاركات طبعا بقت كتيرة وأنا ما حقدر أحصل كل التسويق للمنظمات ضعيف جدا في السودان، محتاجين توعية بعمل المنظمات ده حقيقة. بالتالي أنت كمنظمة ما معروف، بالتالي القضية أنت شغال فيها ما معروف فيها، وده بيخليك أنت معاني في أنك تنفذ مشاريعك، أنك تلقى تبرعات لمشاريعك، لأنه ما بزال عارف مشكلتك أصلا اللي أنت شغال فيها يعني. ف if you don't talk about it no one will know about it يعني زي ما بيقولوا. سرقات نفسية ودينية، وفكرة إنه المفترض التبرع ده يكون في الخفاء، فبالتالي الغريبة ما هتعرف عن التبرع ده إنه في جهة محتاجة. يا ده طبيعة الحال يعني اللي بيحصل يعني. أو ممكن يحصل في دوائر ضيقة يعني الأصحاب في بعضهم شلة صغيرة، يا أخي والله تبرعت الحلة الفلانية خلينا نحن يعني أنت تبرع، والله يا أخي هقدر رقم التليفون ممكن ترسل لهم رصيد وخلافه يعني من التبرعات البسيطة. الهيثم قال الأمر الثاني، المنظمات دي لازم تكون شغالة في حاجة فعلا مفيدة ومحسوسة سواء لشريحة معينة من المجتمع أو للمجتمع ككل، وبالتالي أنا كمساهم أو متبرع بكون واصل لمرحلة اليقين بجدوى التبرع بتاعي ده. كلامك صحيح طبعا، كلامك صحيح. التخصصية واحدة من المشاكل الموجودة في المنظمات، أغلب المنظمات الحديثة يعني، أو في ممكن منظمات قديمة لسه لكن هي شغالة بأنها هي تحاول تغطي كل الشرائح، كل المشاكل دارت عليها. وده دايما انا بقول الحياة بيكون اثر ضعيف مهما كان موارد المؤسسه، اثر ضعيف في على مستوى الوطني يعني الانترنت الناشونال يعني مستوى الدوله. فالمثل اللي بستخدمه انك اذا انت جبت قلاب بتاع رمله وفتحته في شارع الزلط وانت ماشي الرمله نازله وانت ماشي، لما تصل مسافات كيلو ولا 2 كيلو بتاعين وراك ما حتلقى الاثر بتاع الرمله الكتيره اللي انت كنت شايلها، لكن اذا خطيتها في حته معينه كان الاثر ده هيكون واضح يعني. علوش قال لنا طيب الشبهات البدور حول المنظمات انه دورها اتقلب من انساني لشغل تجاره، واحيانا يقال تجاره البشر، كيف انا من السلبيه دي وكيف انا دوري كفرد من المجتمع اساعد في تطوير المنظمات في السودان بمستوى المنظمات البره، ودور الاعلام من الجانب ده والسوشيال ميديا في دور. طيب الكلام بتاعك ده طبعا مفترض محتاج له لايف ثاني عشان بس ما اقدر اطلع من السياق ده، لكن ممكن اجاوب لك بسرعة. اللي الحتة اللي تكلمنا عنها مثلا الشفافية، هي لما ما يكون في شفافية بالتالي بتصحر الأسئلة وبتصل عزب الثقة وبتصل الحياة اللي انت قلت عليها شبهات، وقصة انه يكون في تجار والبشر، يكون في ناس بيسرقوا القروش وتجار الشنطة ومنظمات الشنط، ده موجود هو، لكن ما معناته هو الغالب. عشان كده في ناس بتحاول بقدر الإمكان تتعامل مع منظمة بتعرفها وبتعرف فيها ناس، ودي حاجة نحن المفترض نشتغل عليها. والحاجة ما موجودة في المنظمات بس، إذا مشيت السوق هتلقى زول بيشتغل بالسوق بالطريقة الأوفيشال، وفي ناس زول بيشتغل بالسوق الأندر تيبل يعني، وفي الناس اللي عاملين الندرة بتاعت الحاجات عشان هو زيد سعره، بتمشي للحكومة بتمشي لكده، تلقى اللوبيز في كل مجال أنت هتمشي تشتغل فيه هتلقى الناس الكويسين والناس الما كويسين، وده ما بخليك أنت خلاص تحكم على الكل بجزء يعني. بس إجابة مختصرة. طيب نرجع للسؤال الرابع، كفرد ما مستوى انخراطك في التطوع؟ هنا احنا طلعنا من المزله بتاعت القروش وخلافه، انا كنت بس افهم العقليه بتاعت الناس يعني في الحته دي، وانا لقيت حاجه كويسه هنا، بدات تتبرع وتسكت انت هتتبرع وتشيل قضيه تنشرها لناس تانيين يعني. اذا اتكلمت في جروب فيه 10 ولا 10 دي الواحد منهم اتكلم في جروب فيه 10، تخيل الاثر الكبير اللي حد ممكن تصل على الاقل الناس تعرف انه في قضيه بالشكل ده موجوده، خليكم انهم يتبرعوا ولا ما يتبرعوا دي مساله ثانيه.
طيب السؤال الرابع، كفرد ما مستوى انخراطك في التطوع؟ في نسبة بتاعت 24% قال لا يوجد، يعني ده ما عندهم أي انخراط في التطوع على مستوى شخصي، يعني يعني الشخص ده يمشي بنفسه هو يتواصل يعني أو يشارك في الجهة يعني. الناس فعلا قالوا نادر، نادر شديد. النادر دي اللي هم 29%، اللي هم دي تاني أعلى نسبة. النسبة الأكبر اللي هي متقطع، اللي هي 36% بيبدوا بيشتغلوا من مرة لمرة، فالعطاء بتاعهم أو انخراطهم الشخصي متقطع على فترات. المستمر 11% بس. فحكاية تخيل إنه ده استبيان بس، يعني ما حيكون الرقم ده حقيقي، يعني ممكن تكون 5%، ممكن تكون 30%، لكن تظل إنه هو ده انديكيتر على إنه الحاجة دي بسيطة جدا جدا. كفرد ما مستوى انخراطك في العمل الطوعي، او مش العمل، التطوع عموما ككونسبت، يعني يكون 11%. دي بتخلينا احنا نشوف جوانب تانية غير الجانب هو منظمة مجتمع مدني او شغل انساني ولا خلافه. لما انا اشوف هنا مثلا عندنا في كندا، بشوف انه الواحد بيتكلم معك عادي بيقول لك والله يا اخي انا عندي 5 ساعات 10 ساعات في الاسبوع بمشي اتبرع في الجهة المعينة. الجهة دي ممكن تكون دار بتاع لاجئين او شلتر بتاع لاجئين، ممكن يكون قضية بتاع او جهة بتاعت مكفوفين، ممكن يكون يمشي يدرس ناس حاسوب ولا خلافه، يمشي يتعلم ناس لغة. اي حاجة هو عنده فيها معرفة بيمشي بيساعد فيها، سواء كان 5 ساعات او 10 ساعات، طبعا اي حاجة هنا بالساعة يعني. فده جزء من الكلتشر الناس اللي قامت بيها من تحت يعني. فالحاجة دي بتوريك الكوميونتي في اغلبه العقلية بتاعته كيف، وبالتالي تفاعله مع القضايا بتاعته كيف، ودور الشخص ذاته هو بيعرف روحه انه في الدولة دي كلها هو اثره وين وهو دوره شنو يعني. زي ما انك بنركب المترو والباصات بنلقاهم اغلبيه ممكن تصل ل 60 65% بيكونوا شايلين معاهم كتب دائما، في اي وقت تلقاه بيقرا في كتب. الحاجه ما احنا نقارن يعني، حتى قارن الظاهر على السوشيال ميديا ان والله هم كويسين وهم كعبين وهم يشوفوا هم، هي ما عندها علاقه. في عوامل كثيره هي بتاثر في الحاجه دي. ممكن احنا اذا اشتغلنا بطريقه معينه بعد 10 سنين نكون كلنا نحن نركب في المواصلات شايلين كتب، او نحن عندنا تبرع ثابت، او عندنا نحن انخراط ثابت. ممكن تكون في الحاجه دي بتلقاها في الدول الاوروبيه مثلا، بعض لما تعمل مشكلة أو جريمة أو حاجة صغيرة يعني ممكن يقول لك تمشي تشتغل سوشيال وركر، يعني تمشي تشتغل عمل طوعي في حتة ما إلزامي. فالحاجة دي ممكن تخش فيها من ناحية بتاعت القوانين، ممكن تدخل فيها حاجات كثيرة شديد تخلينا إحنا بعد 5 سنين 10 سنين المجتمع بتاعنا ده شوية عقليته تختلف، والفرد يكون عنده وعي بذاته تجاه المجتمع اللي هو فيه ودوره فيه شنو. فال 11% بتاعت إنه الواحد بس هم المستمرين في التطوع، دي حاجة ضعيفة، ودي الأثر الكبير لها ممكن يكون بيساعد، ممكن نشوفه في القضايا بتاعة التوعية، في القضايا اللي عندها علاقة بالاقتصاد، اللي عندها علاقة بالوعي. كمية من القضايا اللي هي في الداخل دور الفرد هم فيها، لأنه الفرد هو اللي بيكون الدولة يعني، واللي الدولة بيشقيها يعني كمجتمع أو كحكومة. وتاخد نفس المفهوم ده وتنزله على مستوى المنظمات، المنظمة عندها مكتب تنفيذي وعندها أعضاء يعني، نفس الفكرة. ومنظمات مجتمع مدني إذا ما فيها أفراد بيجوا يتطوعوا، بالتالي هي ما عندها موارد بشرية بغض النظر عن القروش اللي عندها، لأن القروش دي عشان هي تنفذ المشروع المعين ممكن تضطر تجيب شركات عشان تعمل الحاجة المعينة، الحاجة كان ممكن تعمل عن طريق متطوعين. فبالتالي نرجع للاستبيان تاني اللي هو النسبة بتاعت 24% قالوا لا يوجد أي انخراط في التطوع بصورة شخصية، 29% قالوا نادر، ومتقطع بنسبة 36%، وأتمنى 36% دي تزيد تبقى مع المستمرين اللي هم حاليا 11%. الاستبيان ما شرط يكون هو دقيق، أنا بعيد نفس النقطة تاني، أنا ما ذو الباحث ولا بتاع إحصاء ولا استبيانات عشان أكتب الحاجة بصورة بروفيشنال، هو كان مجرد استطلاع رأي قياس نبض يعني. وأتمنى الناس الأكتف في المجال ده هم بياخدوا الموضوع ده ويشاركونا إحنا المعلومات، إذا في دراسات موجودة يشاركونا فيها. السؤال الأخير كان كفرد شنو اللي بيخليك تختار تتطوع في منظم ألف بدلا عن منظم باء؟ يعني احنا بنتكلم عن اللي هي النسبة بتاعت التطوع نادرا ومتقطع مستمر، شنو اللي بيخليك تمشي تبرع تتطوع في المنظمة دي بصورة شخصية وما تتطوع في المنظمة دي؟ يعني المحفز شنو، الاختلاف شنو، ودي حاجة بتفيدنا احنا في المنظمات نفهم ليه ناس بتيجي تتطوع مع دي وبتتطوع معانا وبتاع. هي مش قصة بتاعت غيرة ولا خلاف، لكن انت داير تفهم انت في مشكله معينه او في طريقه معينه انت ابروتش معينه شغال بيها هي عامه الاثر دي او الحاجه دي. فبالتالي هنا الناس قالت اصحابي وبعرفهم دي 21%، ومهتم بالشريحه اللي بيخدموها دي 16%،
ومناسبة مع خبرتي 26%، وأي حتة ما بتفرق معي ده 36%، 36% و37% تقريبا. دي واحد بيقول لك أي حتة مش أنا أتبرع فيها أو أتطوع فيها بصورة شخصية، ودي بالنسبة لي على مستوى شخصي اتس اوكي يعني للناس يعني كافراد، لكن كمستوى بتاع منظمات ما حاجه كويسه، وما انديكيتر كويس ان المجتمع بتاعنا بتطوع وهم على قلتهم مش تطوع ساكت يعني. وفي القائم على العلاقات، يعني الناس عارفه وعارفين احنا اغلبنا في المجتمع السوداني مجتمع متشابك ودوائر، يعني في الدوائر بتاعت الشريحه المعينه مع الشريحه المعينه، وبالتالي في منظمات هنا ومنظمات هنا، والناس بتيجي تشتغل مع الناس اللي بتعرفهم، فعبارة عن سيركل اجتماعية كده داخل العمل الإنساني، أو مش اجتماعية لكن الناس بتعرف بعض، ده الدفعة ده القروا مع بعض، ده الشغالين مع بعض. فبالتالي أنت بتمشي تشتغل في المنظمة ألف عشان أصحابك فيها، بغض النظر عن المنظمة هي شنو وأهدافها شنو شغالة شنو بتعمل شنو بتاع، لأنه بس أصحابك فيها. هي طبعا حاجة كويسة إنك تمشي تتطوع يعني، لكن it's not good يعني نسبة كبيرة 21%. مهتم بالشريحة اللي بيخدموها ده 16%، ودي مقصود بها انه انت ممكن تكون واحد من الشريحه دي، يعني انت مثلا واحد من اشخاص ذوي الاعاقه لكن وضعك كويس، وبالتالي او عندك زمن او عندك خبره وتمشي تشارك بها مع الناسك التانيين يعني في نفس المجال يعني، وش دي حاجه كويسه جدا. وممكن انت مهتم بالشريحه دي مجرد اهتمام، يعني انت عندك اهتمام بقضيه معينه، قضايا المراه، قضايا الطفوله، حقوق الانسان، دي شريحه انت بتشتغل او مهتم بها فبدك تشارك فيها. في المجال الناس اللي نحن عايزينهم يعني في الشغل بتاع اداره العمل الطوعي، اللي هم اللي بيقول لك مناسبه مع خبرتي. اللي بيقول لك مناسبه مع خبرتي ده معناته زول مثلا بتاع ستاتستيك بيجيني في المنظمه اشتغل معايا ستاتستيك، بيفيدني اكتر من انه هو يجيني يشتغل اي حاجه ثانيه، يعني بدل يمشي يشيل شنط ولا يعتل ولا يرفع ولا كده، يجي يشتغل في الحاجه دي. الاثر والامباكت اللي حيعمله احسن بكثير جدا جدا واكبر من المنظمه، من الـ انه يشتغل اي تاسك ثاني ممكن يشتغلها زول ثاني. ما بنقلل من التاسكات لكن الشغل كله في الداخل لازم يمشي، لكن لما انت تشتغل في مجالك سواء انت دكتور، ودي شفناها ايام الثوره الدكاتره عملوا شغل معين، الناس التجمع كده بيعمل كده تجمع كده، فبيظهر لنا انه لما انت تشتغل في الحته اللي انت بتعرف فيها وعندك فيها نولج اللي هو غيرك ما عارفها انت حتفيد اكتر. والحاجه دي كانت ظاهره مثلا في مبادره نفير يعني في 2013 لما حصلت سيول الامطار. المبادره قامت بس فريق بتاع ميدان، الناس يمشوا يعملوا ريسبونس تيم كده، مش يعملوا استيميشن يعرفوا الاثر الامباكت اللي حصل في الحته والدمج ونوع التدخل المطلوب وكده. بيجوا بيكون في ناس تانيين تيم تاني بيعمل الحاجه دي بيودوها للناس يعني المخزن، ناس المخزن بيقوم بيطلعوا الكميات والحاجات المطلوبه للحته دي حسب الحاجه دي. في ناس بتاع اي تي، في ناس بتاع فاينانس، في ناس شغالين بالجي اي اس خرائط، في مصورين، في اعلاميين. الفرق دي كلها قامت لانه الناس اللي كانوا موجودين ناس خبره، ناس خبيرين جدا في اداره المنظمات واداره الكوارث. عشان كده انا اول مره كان اشوف شغل بمستوى عالي جدا من البروفيشناليزم، يعني شغل شعبي قائم على المستوى بتاع البروفيشناليزم. وكان بيجوا المتطوعين اللي هم بيساعدوا برضه في الشغل الفيزيكال، والناس اللي بيكون عنده عربيه وكده وخلافه. الشغل مع بعض كل واحد اشتغل في التاسك بتاعته في مجاله، كل هدت نتيجه كبيره جدا، الناس قدرت تتصدى للكارثه بتاعت الفيضانات والسيول يعني. فعشان كده لما انت تشوف دار تتبرع في حتة معينة أو تتطوع بنفسك، شوف المنظمة، عارف المنظمة أي وأهدافها حاجاتها ماشية كيف حاجة زي دي، لكن شوف أنت زول في مجالك البروفيشنال عندك خبرة ممكن تديها للناس دي تفيدهم أكتر من أنك تشتغل في منظمة تانية تشتغل في تاسك أيضا ممكن يشتغل. فده كان خلاصة الاستبيان كله، وأنا هحاول أنزل إن شاء الله السناب شوتس بتاعت الدياجرام، وممكن الناس ترجع للبوستات القديمة، وممكن تشوف في تويتر برضو نازلة عشان نشوف المعلومات لو عايزين تفاصيل أكتر. ده مجرد استطلاع رأي، خلاني أنا أخذت بعض الحاجات اللي أنا ما كنت أعرف واستغربت من بعض الأسئلة أو بعض النتائج يعني بعض الريزلتس، وخلتني حقيقي أفكر بصورة جادة في إنه حتى تغيير طريقة تعاملنا نحن داخل المنظمة مع المتطوعين ومع المانحين كأفراد، لأن المانحين كمؤسسات دي ممكن تكون حاجة مختلفة. وأكيد حساعد منظمات تانية أو ناس مهتمين بنفس المجال. أنا شاكر لكم أول شيء استماعكم للكلام الكثير ده واللايف جرة يعني، لكن هي كانت ببساطة معلومة أنا عايزها لنفسي، ولقيت أن المعلومات دي ممكن تكون مفيدة لغيري وممكن تحرك شخص ما يمشي في المجال ده يعمل لنا بحوث، يعمل لنا أوراق علمية تفيدنا نحن أكتر. وإذا في لكل الباحثين الموجودين في اللايف وفي الجروب، إذا في أي بحوث اتنشرت في المجال ده، يا ريت الناس تشارك معنا.
لو في اي اسئله تانية او حاجات تانية، انا ما خبير في اداره المنظمات دي كده، لكن بس عندي الحمد لله خبره ما بطاله، ممكن اجاوب على اسئلتهم من جانب بحوث وجانب احصائي والشغل الساينتفك ده ما تخصصي، لكن بحاولت يعني اعمل يعني حركه في شكل استبيان. شكرا لكم، واذا في اي زول عنده اسئله ممكن نتابع في الكومنتس ولا في الـ PM يعني او البرايفت مسجز. شكرا لكم والسلام عليكم.